Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence d'archives. Une émission qui, comme son nom l'indique, consistera à vous faire remonter le temps à travers différentes séquences de films, sketchs, séries ou même pièces théâtrales. Des moments cultes ou inédits de différents acteurs, tragédiens ou comiques, qui ont marqué la mémoire des téléspectateurs, votre mémoire. Une manière également de faire découvrir aux nouvelles générations ce qu'était le cinéma et la télévision il y a de cela quelques années. Pour ce premier numéro de séquence d'archives, notre choix s'est porté sur l'un des enfants de la télévision algérienne, le défunt et regretté Hajj Abdelrahman, plus connu sous le nom de l'un de ses principaux personnages, l'inspecteur Tah. Inspecteur Tah, مستقلب لي زافيرات نتاع كتيلات، لي زافيرات نتاع شركات، لي زافيرات نتاع لي مينور، نتاع البور، نتاع الفوربيات، نتاع التاكسيات، انسيتيرا انسيتيرا انسيتيرا. Il vous a fait rire, parfois même aux larmes. Un humour très spécifique de par la gestuelle, le langage et les différents thèmes sociaux abordés dans ses films et plus spécialement dans ses sketchs. On vient donc en arrière, on est dans les années 70, le sketch El Bagala, la vache, est proposé sur scène, son titre est équivoque et prête à confusion. Et pourtant, c'est un véritable succès pour Hajj Abdelrahman et son incontournable apprenti, Yahya Ben Mabrouk. Au fait, Etta, t'inquiète, me le fougou, la meltaht. L'inspecteur Tahar vous donne la réponse. بسلامة. اليوم سي با لا بين تيسكيتي معايا بزاف او الغاز نتاع حاسي مسعود او بالكل طلع لي للراس وعلاش هاد راني منيرفي واش صار واش كاين هاد نيرفاني هذاك الشيخ هاد اللي كرينا العربيه وعلاش هاد قال لي روح للصابوره تكرا ايوا الورا و انا رحت قلت له اللي في ما ينكتش ايه الباح انك تامل تحت ايه تتحز زوج انك تامل تحت هذا هو قال لي نو قال لي تا توجور تنكت من الفوق اتنيرفيت الور قلت له تا تنكتها من الفوق ولا تنكتها من التحت تبقى توجور تا الور عاود هو دار لي هادي وقال لي روح عاود انت بديت تفهم يا انسبكتور المعلم عنده الحق تا دائما تنقط من الفوق هيا اسكت انت عاود ديجا الواحد عاود نيرفي وتزيد تنيرفيه انت هيا بدا تكتب انت يرحم والديك انت توجور تنكت من تحت تنكت من الفوق وعلى هذا الشيء هذا عاود الشيخ قال لي تكتبها 100 خطره وعلى يا سيدي الشيخ قال كليك ماشي لي انايا انا انت لا برانتيد انت تكتبها لي انت توجور تنكت من الفوق انت توجور تنكت من الفوق انت توجور لا قلب لا قلب لا قلب لا قلب انا ماشي ماشي لا أنت توجور تنكت من الفوق توجور تنقط من الفوق أنت توجور تنكت من الفوق بلا أقل وهذه أش حال نكتبها قلت لك 100 خطرة 100 خطرة أيوا علي أنت توجور تنكت من الفوق صح هاد راني نخمم على وليد اختي واش به هاد انت عندك خبر راه مريض الور ايه على كل حال انا عم بالي براق انا تزرع فيها بكل او هاد عاد يمشي في الطريق ويصير بيه في التيكيات تيكيات تيكيات الهبطه من الكذاب على ريك اللي تروح لباب الواد على خليونا حل بلاصه للمرأة هذي أفانسي 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 ما لا راح فيها بيان سور أو تروح فيها وتحنا وسي رحنا فيها وتبيب كلي
او بالكل رحنا فيها 100 كل واحد بالديجري نتاعو. ولكن يا انسبكتور حبيت نعرف هذا الشيء منين يجي. هذا دي من العقليه او المعوجه نتاع العباد لو ترماو توا ميد تيكيات. على كل حال على حسابك يلزم الناس يبدلوا العقليه نتاعهم. بيان سور راهو يبدلوا. انت وصيف وتبدل العقليه نتاعك. لا لا يا اخي راني لاباس. تراك لاباس انت. حبيت نطلق مع راجلي. أيوة. على خاطر هادي 6 شهور وانا نعلم فيه يقرا العربيه ما حبش يتعلم. راسو مخلوق. ولكن يا مخلوقه ما راهي السبه باش تلقي راجلك. كاين بزاف ناس ما يعرفوش يقراو. وكاين شي ناس وكاين شي ناس التنج نقطوها من تحت. كيفاش التنج نقطوها من تحت؟ انا من تحت. ايه من تحت بعد هذا اللي نقط التا من تحت احمر تاع الصح. واش لا تسحل في فمك؟ قد شكون لك انت تعمل تاع؟ اسبكتور حبيت. وثاني يا سيدي. ايوه. راجلي يشخر في الليل. ورجلي ريحوا حتى نحل الثاقه باش ننجم نرقد. وانا. تعالى انت حبيت تردي مع راجلك. ما تلاوتي لابراتي تاعي ودي شخر في الليل وتكرعي ريحو. L'enfance difficile de Haj Abd al-Rahman et ses débuts au théâtre le destinaient tout naturellement au drame, comme dans la pièce Montserrat d'Emmanuel Robles. Mais il travaille dès l'indépendance à la RTA, Radio et Télévision Algérienne. Il est d'abord opérateur technique, puis caméraman, avant de se lancer dans les aventures de l'inspecteur Tahar. Un personnage d'une naïveté affranchie, mais aussi pleine de ressources, avec un accent djidjilien qui le particularise et donne de la fantaisie. Une manière de se prendre au sérieux par la dérision. Inspecteur! ايوا راني خلصت. شوفي لك اش ما نسيت. سروال ترقال قمجاني لون تريكو صفر قرصون طويل مقطع وعلى ما خيطوش. اوتاتي ما تخلق با صباط او بورتفاي فارا. ايوا كاش ما نزيد. اوتاتي ما كان با آية مديهم ملا. آية خفنا يا سيدي. عمدينا. كانوا عندك درام؟ ها؟ كانوا عندك درام؟ عاد مانيش عارف كيفاش ما راكش عارف؟ اي فور حطوا الصوارد؟ معلوم، وإذا كانوا ما مع الحوايج وسرقوهم لك؟ عاد أنا مانيش شافي. بون، أمضي هنايا وكي تشفى قول لي. لا 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 لا، عاد أنا ما نمضيش. أمضي هنا يا سيدي وكي تفكر قول لي. واش من حمام سرقوك فيه؟ وحمام الاستقلال. حمام الاستقلال. بون، على كل حال هاد لافير يلزم لها انكيت. واذا عندك شهود يا انسبكتور ماذا بك تقولهم يجيو يشاهدوا؟ هاد لانكيت هادي مدي شكون يخدمها؟ انا؟ انت ما تنجمش تواسي انكيت على روحك؟ نو. اسكت لو ترمى الواحد يضربك بكبكبه.
عاودينا عاودانا عاودي جاو طايرت لي او زيد لي انت ولكن لونكات يعفك عاودانا لونكات عاودي جابتي تعاود قريب انت مع لور كنت تقول لي انسبكتور بديت لي الفيني كي تفهم عليا انت واش كاين واش له هذا زادو الكياسين انا تاخذ لازم من تاعهم حتى نولي صح حضرة تقرديهم هنا وترد بالك حضرة انسبكتور الواحد لطر ما يهرسك علي بابا انت الاول اتفضل اسمك عمارة السايد عمارة السايد وين تخدم كياس كياس واش وين سكن انا سكن في الحمام ولكن ما عندكش دار وين تسكن ما عندي لا دار لا دوار با صحه في حمام الاستقلال صحه اتفضل ايش برامك يا ياسين راح كيسو انسبكتور ليش كون قال لهم يروحوا السيد الكوميسار هو اللي قال لهم يروحوا وقال لي انا انتم في زوج بعدكم في الصحراء تخدموا بصح انا جبتها رجليا قلت له يا سيدي الكوميسار غير هادي الحياه اسكت اسكت سي با لا بان تهدر اترك ما نعرفكش لازم تقول بصح انت تقول للسيد الكوميسار واش رايح دير اطرح عن تليفوني لهم كل حزوا وش كلمات اعرف اسرت واسع يا سبيكتور اودادي ما تخلك اودانك عن بالك هو كيما انت دبر راسك بيان سور ندبر راسي الو سيد الكوميسير اودانا فرتيك اودانا كيما ما ماشي كيما الاخرين هاك لعيتك الور تخليني نبرد كلبي الو سيد الكوميسير انا من عندي رحت بيع اللفت على روح انا اليوم نختم الرابع مع من كنت تهدر مع من كنت تهدر أو تسكت نهدر وحدي سيد الكوميسير مالا زيد تروح فيها شويه بزاف ماشي غير شويه اسكت الطرف عمر عمر مالا سيد الكوميسار كي كملوا الخدمه هبطوا للسيلون اليوم يباتوا هنا مالا سيد الكوميسار مالك سيد الكوميسار ما قلت والو وعلى هبتك وعلى راكم فهمتوا واش دور لكم اني عند ستانجي نديكم هذا تخدم له رابور مليح هذا نفحت لك هكذا حضرتي يا جرتي هيا طبق انت شكون هادو هادو الجيران جاو يشوفوك يا انسبكتور سلامة يا سطار لكم غير خير الحمد لله على السلامة يرحم والديك واش هاد المصيبة يا سطار ولا يا سيدي كي قالك المرأة غير خلات قلت لها يا نبدو نطلعوا عليه مزية اللي جات في رجلو وما جات في راسو او تجي في راسك وحدك اوزلو كان باش انت ضربتني بعينه اوزلو كراني لبس عليا باش رانيكو في زوجة وليداتي في قران تاع الميزيرية اوز انت ما تعرفيهش انت هذا ايوة او كيف اسرات اوز كنا نلعبو في الفوتبال الور تريبليت واحد ومن بعد ناوز تريبليت الاخر ومن بعد ناوز جاوني حزوج اوز هفيت او هربت بالبانو أو واحد منهم أو تغار مني ألا أضربني بحركلة أو
عطل ربي تصفر هاد انا تصوحي ما سمعتوش او جريت جريت وما رقيت البيت هاو سكسو هاد اللي ما عندوش هاد صافي يكتب تاكدا ولا لا ايه هكدا هكدا ملا كنت تلعب وحدك تقولك ان قلتك عن خصك من نيفك هاد يا بابا كراي ما تزعبش روحك ستاه اللي حبيت تضرب الخف اجي بي ولي تكني فيني وتقولي لي ما تزعبش هاو تخشش هاو زعب اوكي كتبني فيه كيفك هيا خرج عني لا تتلعب برا هيا خرج طيبك شويه بوي ستار اعطيك راه خويا ايه وش حبيت طيب لك بنت ناكل الكوتليت مشوي والبيفتيك بالبطاطا مكليه بنت ناكل شويه تاع الطعام اخي كيما كلينا الطعام يا سبيكتر نحي الطعام وديري لي الكبته مكليه مشوية خير يا لا الحبة مكلية انا تسني ما لا ريح ستة ربي جيب لك الشفا الشي اللي كنت منه في تاكله في الريستورا هيا 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 ودي ما تاخدوش عليه سامحونا يطلع عليكم الخير سامحونا واش راه هذا هبل تاع الناس جاو يطلعوا علينا وانت تشرط عليهم لا بزاف اوكي جاو يطلعوا عليا واش ما جابوا معاهم هذا انا كي نطلع على واحد تجر نديلو حاجه وانتو ما جاو بيديهم فارغين وما زلت تحل في فمك وانت عن بالك بصحة راك مريض هيا روح تخدم على روحك يا انسبكتور اطلع واش بيك تتبع انت؟ اه العبيد ما نتبعكش خذ طاكسي واش بيك تخزر فيا؟ انت جاب لي ربيع ونعرفك ها؟ وين تعرفني؟ ما عندكش خوك بريفي ولا سو بريفي؟ لا وليت عمك ماشي جدارمي؟ لا وليت خالتك ماشي مير؟ لا وما عندكش واحد من الفاميليا نتاعك جيني نار؟ لا ما عندي تا جينيرال نعرف شنو انا تصرفوا لي دراهم ما تحبش الكار قبالها لتا الكوميسار اتونسيون تحل البيبان Hajj Abdelrahman était un véritable chevronné du travail. Il était devant la caméra, mais se souciait également de ce qui se passait derrière cette dernière. La mise en scène et les scénarios étaient la priorité de cet acteur, étant donné qu'il écrivait lui-même les scénarios. Il s'inspirait pour cela de personnages réels qu'il mettait en scène ensuite dans ses sketchs ou ses films. Et pour être sûr que ses dialogues puissent faire rire son public, il les testait sur son entourage au quotidien. Mais l'improvisation sur scène ou lors d'un tournage n'était pas exclure, car son souci du détail et de la perfection était fréquent pour un acteur de son envergure. Le meilleur exemple qu'on pourrait vous donner est celui du film « Les vacances de l'inspecteur Tahar », un film qui reste dans les annales du cinéma algérien et que tout le monde connaît. Eh bien, sachez qu'il a fallu 2 ans pour terminer le tournage de ce film qui devait se faire en 6 mois. Un chef-d'œuvre de par les scènes qui nous montre les vestiges des splendeurs du passé et par les scénarios qui tournent en dérision certains caractères bien de chez nous. À l'exemple de la panne d'essence où l'inspecteur et son acolyte de toujours regardent se faire voler leur voiture sans brancher. سي محمد واش كاين واش تحب اعطينا حشويه نتاع ليسانس يرحم والديك ليسانس البابورات ماشي الطوبيلات اي رحت من الحاله روحك روح رحت من اللي انت يا حط صنح هاوت عندك الزهر راك بعيد يا حل بامبيست كومبليكسيفا اسبكتور اسبكتور هاتو هذا هو المضرب اللي كنت نحكي لك عليه اسمه سيدي فرد في عام 1830 فرنسا هجمت علينا منا كنا نستناوها من الشرق جاتنا من الغرب راك تشوف هذا البنيان كاع باكري ما كاش كان غير الرمل والبحار ما كانوا غير البابورات البحريه بابورات معمرين عسكر بالمدافع لابرنتي اين هاد انت راك تحكي عليهم ما تسكنشي كنت معاهم الي خرج السلام عليكم السلام ورحمة الله اش بيكم راكم امبان بيان سور و حنا زامبان وانت ديش كو تدخلك ماكسيان لا انا مانيش ميكانيسيان اما نقدر نجم نعمل لكم حاجه نصلح حالكم ترى نشوف سامحني فيها ليسانس معلو تقدر تدينا حتى تونس ما لا هذه حاجه خفيفه هذه ما فيها حتى شيء هذه ما تخافوش
استنى، ما تعرفوا كيفاه توا انا نركب وانتم تدزوني. سامحني. ايو اودي، شكونك تخدم تمينا؟ مليح. توا تحب تمشي طوموبيل ولا لا؟ تحب تمشي ولا لا؟ بيان سور اودي نحبو تمشي. مال عمل عليا مزيه، امشي من تالي ودزوها. توا تمشي الموتور شي ما فيه بالعربيه، شي ما فيه. يلا. اي طبع. بارك الله فيها. تناضت صح؟ معلوم. هاو زعزع ماكسيان نتاع الصح. حمل غير شك. سي محمد. اي اي ها هو واقيل عملها بنا يا اسبكتر. انا تسيب لي جيري يولي وتخلى الباليزات تاعو هنا. ما نضاش يولي. ليش كون قال لك ما يوليش انت؟ على حسب ما اشوف ما يوليش. على كل حال ما عنده وين يروح. انا دوك نروحو للسوق نبيعو الفيلوات ونشرو حال الكروسة. ها واش بس الفيلوات مسروقين تحب نبيعوهم؟ واش حبيت تديونا للحد؟ هادو ما عاودش يسرقوا لنا الكروسة نتاعنا. ماشي كيف كيف يا انسبكتور. دوك نروحو نشوفو وين تسكن الحاجة وهي تدبر راسها. انتوما من لابوليس؟ ديرو كورس معنا. لا كارسة واش وراي؟ داكوردو. حضر راحك. ما رد بالك يفوتون. ها خطيك تعس هداك وانا نحس هدايا. لا 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 انت تعتم في زوج عود. انا نتسخن الاول تاكل التفاح. سيدي علي. يا ولدي شكونك انت؟ نانا دي شكون انا؟ تتكلم انت شكونك؟ لا حتى تقول لي دي شكون انا. يرحم والدي خليني نخدم على روحي. تيرح يديك ساعه خليني نشوفك شكون. ياه ياه يا مرحبا يا مرحبا. زارتنا البركه. اهلا وسهلا بيك. تشرفنا. بص لا برانسي نتاعي. بص ياه 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 وسهلا يا مرحبا. شرفتونا يا سيدي. مرحبا بكم. مرسي مرسي. زارة البركة. وراك تبيع في لاكلاص؟ اوه حاجة خارقة. مليحة لاكلاص نتاعك. حاجة خارقة للعادة. يا سيدي اتفضل. حاجة من أبل ما يمكن تعمل. يا سيدي تفضل. نو نو تاتي تاتي على برانسي. تفضل. يا سيدي وعندك حاجة ما. لاص يا سلام 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 سلام. تفضل. اوه On a souvent vu Hajj Abdelrahman se déguiser dans ses films. Il n'hésite pas à se mettre dans la peau du personnage tout en gardant des mimiques. Il est mendiant, chef cuistot ou même une femme en haïk. Il ne lésine pas sur les moyens et ses déguisements en font rire plus d'un. Stack, 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 stack. Stack, 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 stack. Zdak zdak ni foi repanzel raka tsak tsak tsak. Zbak 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 zbak. Zdak zdak ni foi repanzel zbak 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 ni foi repanzel zdak zdak. Zbak 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 ni foi repanzel zdak zdak. امشي نهضر معاك. خليني نحيد باش نسر بين الناس. نسر بي والو امشي نهضر معاك. واش كاين؟ وشنو هاد الخلطه اللي درت لي حماتك؟ واش في خلطه؟ كلشي راه يمشي على حالو. وت عمر ومالي كافر راهم قاعدين. هم قاعدين ليه؟ وتمينا كاين الميكرو. ما كاش بصح هذاك اللي راه هنا انا نحطوه لهم قدام وهذا ما كان خلعتني عن بالي النار شعل في الكوزينه. النار وكل شعل فيك انت. شو شو مدام. Il faut changer les flancs. Pourquoi? Elles sont toutes fraîches, elles sont belles. Madame, madame,
كاميرات سان فرانسيس بوريكوز لا كلاس ترومبي الوغ يفوت يا لا ميكرو تيتام يا لا ميكرو انسبكتور الظاهر بوليس بلانكيت يلزمني نشوفك العشيه عندي هضره معك. لا 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 ما نجمش نقولها لك في التليفون. ايه عشيه نتعشوا جميع ونفهمك مليح. نتلاقوا على 9 في الريستورون لا بوديكا يا صح. على ربي والوالدين 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 اطلب من تليفونها وعلى ربي والوالدين تليفونها الملكه على ربي والوالدين تليفونها الملكه على ربي والوالدين قالها نتلاقى على 9 في الريستورون على ربي والوالدين على ربي والوالدين برا برا راني نقول هيا برا برا هيا برا علينا قلتلك ما تصبحش ما تحشموش خليتوا الارض والفلاحه وجيتوا المدينه تطلبوا واش عند بالكم المدينه فيها اللويزه شوف قد تقتل البالمه اللي عندك هيا برا هيا خرجوا روحوا بخدموا على روحكم ما تصبحش هيا برا راني نقول برا عندهم بالاس وراني فيها 5 سنين نخدم 10 سوايع في النهار وما لحقتي باش نشري بيسكلات سي لا صنف او بتزل المشي نتاعك علي فاش حبيتني نمشي يا انسبكتور او تسكيل ما تزمت مية وستة هذه هي شمران تاع سيد واتسون واش نقولوا له انت ليش كنت حبت كله عاود انت جيت تسيك عاود انا جيت نبدل الدراوات سي بيسيتو بارك الله فيك يا انسبكتور مستر واتسون اوبن ذا دور بليز ليش كراك تقول له انت هاني نقول له بلي حللنا الباب يا انسبكتور عاود تبن الزوب لواتسون عاود تبن الزوب او سي با لا بان تتخبى عاود تفكنا بيك ما كاش هنا يا انسبكتور عاود انت وليت تبعك ويديه الواد. اه هلو. Good morning, missus. Do you want to make up my room today? I'm sorry, missus. Just a moment. ودي شكون راهي تقول؟ انا قلت لك باللي ما واسين لهاش البيت. تسيفير مدام تسيفير. Thank you. انسبكتور، طن في بالك اللي يكونوا هنا؟ كاينة مرا ملحفة إيوا إيه ولا أدخل صح أنا كي نحب نقسم يعني تكون قسمة ذكرها جوزو جوزو إيوا جوزو فضلو السلام عليك بنتي سلام مرحبا بك أود حنا سمعنا بكم تخدموا السونينة ألورز حنا جينا نخدموا السونينة معاكم جيتو تخدموا السينما وجيت أنا وراجلي ايوا وين هو راجلك؟ اروح عاود هذا اوه السلامة مرحبا عاود هو راه مريض ماني نشوف به يكح ما رجعوا باش يخدموا السينما باش تكونوا على بالكم واش تعرفوا تخدموا السينما؟ عاود حنا نعرفوا نخدموا كلش اللي كنت هنا نخدموها يا سيدي انا اللي نقول لهم يخدموها على بالهم كلش مالك عدتوا تخدموا السينما واش تعرفوا تخدموا السينما حنا واش نعرفوا ايه؟ نعرفوا نكون لك تسجد هادي تا قلت لك لهيك عاودي بالحي انسبكتور الطاهر مستكلف بلي زافيرا نتاع الشركات ها شد انت هاك ديري انسبكتور ما تسيريش حتى نديسكيتيو ديري وبعد نديسكيتيو سيلانس نديسكيتيو هذاك تاع كوتس انت اه داش تخدم هذه انت سينما
السينما او انا من بعد نوري له السينما شد انت هكا ما تشيريش ها انت يا مالا سي لاف وي سي داش تخدم بهذا تمسك مليح يدك امسك يدك الكل اسمعك C'est pas moi, monsieur l'inspecteur. C'est pas moi, monsieur l'inspecteur. En bas, il y a un chauffeau. De vendre la fabrique de spaghetti. Tu sais pas pourquoi. J'ai reçu un télégramme de mon cousin. Je dois partir. C'est une question d'honneur. Arrête de parler de ça. Tu m'as pas compris, Emile. Oh, Madame Watson. Bonjour. Comment va? Fabel. Vous ne m'avez pas connu, hein? Fanfan. On s'est rencontrés l'année passée ici. Et vous étiez avec votre mari, hein? Comment va-t-il? Il va très bien, merci. Bonne bonne noche, eh? Oh, grazie. Merci. Au plaisir, eh? Où est-ce que vous commandez, Erkhawa? Le mariage est un thème qui revient dans tous les scénarios de l'inspecteur Tahar. L'éternel célibataire à la recherche de l'âme sœur. Haj Abdelrahman en parle et en joue de plusieurs manières. Les femmes lui font tourner la tête. Tout le monde est d'accord, il leur fait la cour, mais très maladroitement. Son rêve est de trouver l'amour et surtout de quitter son colocataire de toujours, l'apprenti, qui se charge en réalité, pour lui, des différentes tâches ménagères du quotidien. Mais il finira tout de même par franchir le pas à son grand malheur. سيكي لا تعرف ولا ما تعرفش اكتب عزيزتي ليلى يفون كلك حل حاجه من الوقت اللي شفتك عدت معنا كل ما نشرب والوقت اللي تكوني قدامي الكل بنتاعي يحبس الله صافي راني نحبك يفوت تعطيني حرام زيفو
اكتب واش راك تستنى انت؟ ما تحبش تعقب السيزيام تاعك؟ ماشي هكذا اسبكتير، شوف كيفاش. عزيزتي ليلى، يجب علي ان اقول لك حاجة هامة. منذ ما رأيتك تخليت عن الأكل والشراب، وخاصة لما تكوني أمامي أحس بخفقات قلبي بهتة. أي 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 ألو، شكون انت؟ ايه كنت راكدة انتي وعندك الزهر. او زينة ما حبش يجيني النعاس، راني غير نخمم. علاش راك تخمم؟ غرق لك البابور. زيدي هضري زيدي. او زلو كانت تشوفي الصوت نتاعك شحال حلو في التليفون. او تكلي راكي قدامي. او زينة راني نحس في روحي وتكل مجنون. ايه راك وليت شاعر. واش لو حبيت ترجع مجنون ليلى؟ لو كان تروح ترقد ماشي خير. مي انا ماذا بيا؟ مي قلت لك ما حبش يجيني النعاس. انا واش تحب ندير لك؟ اشرب الكاشيه ترقد. شوف دوك راني عيانه، خلينا نرقد. اي تصبح على خير. سامحينا زوج دقايق وعندنا هالهضره راس راس انا وياه. واش من هضره؟ اروح اروح. واش كاين؟ واش كاين؟ زوك نوري لك انا واش كاين. اتونسيون راني مبرتيك. ها اتونسيون تزيد تلعب معايا طراتك هذوك. ها هبط يدك وهضر معايا انسبكتور. واش من طراتك؟ راني نهضر على ليلى. اتونسيون تزيد تدور بها ولا تروح تفطر معاها. وكي كليت معاها كاش ما فيها عيب. وزيد بزياده هي اللي عرضتني. وانت واش دخلك؟ كوني كوني اخلعني اخلعني. اتونسيون ها انني قلتها لك وانت ديرها مليح في راسك. ها على خاطر تفر يا عليا والله راه معك عمخل. هاي تعدى تعدى سلا عطكم احسوا وليتوا دراري. هيا كان احسوا اتركيني اتركي اطلعي 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 تركي يعني بلك احسوا ولا تليفون الكوميسيرة. ما عندوش الدم هنا. ما عندكش الدم ودور قول لي علاش ضربته. سيدة راهي غير عليك اللي ما على بالكش. غير عليا هذه جديدة هذه. انت ما على بالك بولو. يا فرات درك اخي تفهمنا. قابل قلبي فرات. شوفوا ما نحبش نزيد نسمع هذه الهضرة. عاود هذه ريحة الحريق. هاو زادي ضحكتني انا. هاو تحركك مجان تاعك. هاو تخلي يدك مليح تخلي. او ضحك اضحك اضحك اضحك. ليش كنت تلبس درك انت؟ ها ليش كنت تلبس؟ واش تحبني نقول لك انسبكتور؟ او ما تتكلش عليا انا وحك ربي ما نسلف لك المجان تاعي. زين نقول لك درك اضحك اضحك. واش من قلب يضحك يا انسبكتور؟ او تضحك على راح او تحركت تحركت او تضحك خير. تضحك او ما تتكلش عليا و انا نقول لك ها انا نسلم لك. قولي جالس ديالي ديالك الو تريد تضحك يرحم مالديك ها وزادي في المجان تاعي انا هكذا تخدم من هاك المجان تاعي انا. انت قلت لي حددها انسبكتور. او قلت لك حركها انا او قلت لك حددتها. واش تحبني نقول لك؟ ماشي من غرضي لما حكيت لي كيفاش القط قبض لا سوري بالفرماج نسيت روحي. الور هات لي 6200 فراك نتاعي. 6200؟ 6200 وعلاش؟ هذا علاش ريتها 6200 تعطيني 6200 بيزيتو؟ او قبل جات سوا في الحانوت 3000 فراك. نو نو زادي 6200 او زادي تيركا. انا نقول لك في بلادنا نخدموها ب 3000 فراك بوبلين تيركا وقماشة. أعطني 6500 أعطني 6500 أنا ديد واش نعطيك 6500 هاديك ما سلفت لكش 10000 فرق. أو هاديك سلفتها لي هاديك وتفهمنا عليها وعلى ديد واش تدخل لي دوك 6000 فرق مع 10000 فرق. إيه
فنعطيك 3500 تعطيني 6500 من 10000 اللي نسلك. نو نو عاود تعطيني 6000 راك نتاعك نتاعها. ها؟ عاود انا من بعد نرد لك ال 10000 نتاعك وحدها. ايه لما ترد لي ال 10000 راك راه شهر راه شهر تردهم لي. يا صار تفهمني عليهم. صح ترد لي ال 10000 تاعي نعطيك 3500 ديالك. راه شهر ورقم جات بقى ليا. نو نو رقم جات انا نسيها. يرحم مالتك عاوز انا نفرتك ما تزيدش تمثل كبايج نتاعي بالكل انسبكتور بزاف انا نحدد انا نغسل انا نطيب انا نمسح انا نكنس بزاف وزيد بزياده انا كبرت انا كبرنا وزيد راك انسبكتور كبير مشهور وزادي بصح وزادي كالهاك الكوميسير حمالو انا نقول لو كنت تزوج تهنيني شويه من هاد الخدمه ماشي خير وزادي انا خممت لها تحبيني عود انا نحبك ولو ما تحبينيش وعلى جد واش عود انا نحبك ولو ما تحبينيش عود انا نزيك لي الحبسه كيف اسمك انت زليخه زليخه باش كنت تخدمي انت خدم كلش ليش كلش طيب الطواجن طيب المعاجن نخيط بالماشينه نخيط الكروشي نخيط ليزيكوي نحرش كل اسبوع بصنعه فلا انت عندك الميتي بزاف عمرك ما رحتي للحبس انت رحت للحبس عمرك ما سرقتي سرقت عاود انا ما نعرفكش عاود انا دوك راح نتعرف بيك انا عاود انا انسبكتور تصعب عاود انا السراكين بالكم نديهم للحبس عاود انا حبيت نشوف الفيغوران تاعك بغيت نشوف الفيغوران تاعك شوف الفيغوران تاعك اوه هو ما تحبيش انا نشوف الفيغوران تاعك با عاود انا عندي لي مينوت لي مينوت هاتي اليد نتاعك انا نعتلك مدي شكون يكوموندي هنا انا نعتلك اوهو لي مينوت هاتي اليد نتاعك انا نعتلك انا راه نشوف الفيغور نتاعك شوف الفيغور نتاعك وحك ربي ما عرفت من النزوة انا شوف في قرانتي كيف واش راك ماشي لا بس الحمد لله بابا با الشيخ تركي نايف وبانتي سكيتو بزاف يفو نعكتو وطحنا نروحو ها العقلية ونتفاهموا على الشروط ونعم الشروط نتاعك عاود انا نكملهم عقد الناس الغد با تركي لا عاود انا حبيت نشوف الطفلة ليما اروح يكون خير لك خوتي هذه يا بنتك لا ماهيش بنتي هذه اختي صافي هو الكونسير تاعو خزت بيا انا با راك رايح حاجة نروح نجيب الكادي باش نتسلك الزوج انت تحب تتزوج
l'âge, Abd al-Rahman a souvent pris le risque d'interpréter des chansons dans ses sketchs et films. Et d'ailleurs, il n'a pas eu tort de s'y essayer, car il ne chantait pas fou. On trouvait même qu'il avait du talent pour l'interprétation. Mais son véritable cheval de Troie reste sans détour son métier de comédien. بيدك المور يوم الجمعة الكيل شايفة تبكي عندك بور بيدك المور من حق الإنسان ينهزم وهمومه تنزاد ثم انتقتلها وسلتها بحديث المشهور بيدك المور قلت لها عيديك سيتك يا روبة الغياد قالت خويا دراه مات تخلاني مدمور بيدك المور ضمن وحش وملاك لي صبر ضعت من التنهاد دوان اخويا دبان ونعرف ضيفو لي سيبور بيدك المور دوان اخويا جالشا خبرو في كل البلاد بيدك المور والله يا صاحبي الحومة هذه اللي جبت لنا ليها يعرفوك ياسر امتنا عندي لابيطة نجينا مجانا عندي لابيطة نعمل واحد استخبار هنا ويعطوني بزاف صور انت وقيلتك يا الدرباك جاي شد الميزار وتزم فمك خير صارا ساكل لك ها ما كلي وكلتلو ما كلي وكلتلو يا وزير فلفلو ما قولي وقلتلو يا وزير فلفلو قلتلي كلام وقلتلك كلام قلتلي كلام وقلتلك كلام يا وزير فلفلو وكلا ما كان حتى واحد اليوم وكيلا ما كان حتى واحد زي محمد عليك داني وداني داني Cinématographiquement parlant, les années 70 furent fastes pour Hajj Abd al-Rahman. Ce génie de l'humour a su comprendre que s'il fallait faire passer des messages, ils passeraient mieux avec le rire, même s'ils ne sont pas compris par tous. Car finalement, son objectif premier était de sensibiliser les gens sur certains problèmes qui touchent notre société. Malheureusement, de courte vie et de filmographie, notre cher inspecteur Tahar est foudroyé par la mort le 5 octobre 1981 à Paris. L'on gardera malgré tout en tête sa générosité, son audace, son humour et surtout son accent djidjilien. On arrive donc, vous l'aurez compris, à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie et que vous serez parmi nous pour le prochain numéro qui sera consacré à un autre monstre de la comédie algérienne, le défunt Hassan El-Hassani. En attendant, je vous dis, il est tard.
صديقتي أنا الأوان وحان أن نفترقا، يا مغربي أنا الأوان وحان أن نفترقا، هيا تفو هيا إخوان إلى اللقاء إلى اللقاء، صديقتي أنا الأوان وحان أن نفترقا، يا مغربي أنا الأوان وحان أن نفترقا، هيا تفو هيا إخوان إلى اللقاء إلى اللقاء، حديقتي أنا الأوان وحان أن نفترقا، هيا تفو هيا إخوان إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.